بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. هاد الدردشة هادي غادي نناقشوا فيها عدة نقط. النقطة الأولى هي قناة البنوتة الجميلة جيهان، القناة ديالها Everything with جيجي، كتجيب فيها التنظيم والمكياج، يعني كتهضر على تجاربها هي في الحياة. هاد البنوتة هادي تعرضت، انا ما شفت للاسف، ما شفت لا الفيديو ولا شفت رد الفعل ديالها، ولكن من حسب الفيديو ديال افكار من بيتي سمعت لها، وشفت البنات دخلوا عندي للقناة وقالوا خاصك تعملي فيديو على جيهان. انا درت هاد الفيديو هذا او هاد الدردشة هادي لعدة نقاط، بغيت نناقش فيها عدة نقاط معكم. اولا، جيهان ما كانش عليها تنزل لذاك الفخ اللي بغاو ليها البنات اللي كيحطوا الردود السلبيه. جيهان كانت يمكن في عندها ضغط نفسي، ومع هذاك الضغط ديال الردود السلبيه قاصح عليها وقاس علينا كاملين. كيكون قاس علينا كامل واخا كنقراو في قناه ماشي ديالنا، كيبقى فينا الحال كلنا، وكاي اي انسان طيب وعنده قلب كبير كيبغي الخير للناس ما غاديش يبغي يسمع او يقرا شي حاجه كضر شي واحد في قلبه، لانه كيف ما كتبغي لنفسك كتبغي لخوك الانسان. كنقولش انا اخوك المؤمن او اخوك المسلم، كتبغي لخوك الانسان عامه، لانه ما يمكنش تبقى غادي في الزنقه وهاز واحد العصا طويله ودير في راسها واحد المسمار وغير غادي وكدك في الناس. راه بحال هكاك لهذاك الانسان اللي كيدخل القنوات وكيبقى يكتب او في المنتديات وللاسف هذه الظاهره كاينه بزاف، وخاصه عندنا حنا في المغرب كاينين. انا دخلت بزاف، كندخل بزاف من زمان، كندخل القنوات وكندخل المنتديات، تبارك الله عليهم اكثر شعب متعاطف مع بعضياته وكيحب بعضياته هما المصريات. المصريات كيشجعوا بعضياتهم، كتلقايها كتقدم شي حاجه بسيطه جدا ولكن قدمتها بحب. طبعا كل وحده كتجي تحط الكاميرا ديالها وكتصور وكتقدم شي حاجه، ولو تقول لكم غير شتو هاد المسطره ديروا لها بحال هكا وحطوها بحال هكا، راه هي خدات من وقتها وبغات توريكم ديك التجربه ديالها. يمكن تصلح لك يمكن ما تصلح لك، صلحات لك شكريها، ما صلحات لك خليها، ما كلاش تدقيها بداك المسمار اللي هزها فيك العصا ديالك. هذاك المسمار طرقيه في ديك العصا وخليه، حيديه ما تدكي به حتى واحد، ما تاذي به حتى واحد، لان كل ما دقيتي شي واحد المسمار راه كيبقى راه كيرجع لك. حسبي شحال من دقيتي واحد شي واحد. لهذا كما قلت الاخوات المصريات تبارك الله عليهم متضامنين بزاف بزاف مع بعضياتهم، كيشجعوا بعضياتهم، كيشكروا بعضياتهم. كتلقاو الفيديوهات ديال بزاف ديال الفيديوهات ديال البنات في مصر، يعني شوفوا دخلوهم وشوفوا الكميه ديال الحب اللي كاين بيناتهم والكميه ديال الكلام الحلو. هذاك الكلام الحلو راه ترباو عليه وتعلموه. للاسف احنا عندنا تربينا على الحب حتى حنا وتربينا على الكلام الحلو، ولكن ماشي لدرجه بحال بعض الشعوب. لهذا عندنا الناس اللي باقي مرض، الله يعفو عليهم، الله يشافيهم، واللي مريض راه غادي يمرض غير اللي معاه، ما غاديش يجرى هذاك الانسان. راه للاسف راه ماشي غير حنا في اليوتيوب، راه حتى العائله ديالو، المحيط ديالو، الجيران ديالو كيتاذاو منه. طلبوا ليه الشفاء وطلبوا لهذوك الناس اللي حولو، الله يحسن عوانهم. هادشي اللي تقولوا فين ما شفتوا شي واحد كيكتب هذوك سميتو قولوا الله يحسن عوان اللي عايش معهم. ما حنا راه تقدر تسوبريمي هذاك الكومونتير او هذاك الرد تحت فيه، وهانتي مرتاحه وديري كاع بلوك لهذاك الشخص وهانتي ارتاحيت. للاسف كاين البعض او واحد الفئه هي مختصه في اذى الناس، لانهم يعني هما القلب ديالهم كحال، نيتهم خايبه، داكشي السواد اللي عندهم كيعكسوا على الاخر، يعني كل انسان كيعكس داكشي اللي فيه. هذا بالنسبه لقناه جيهان. جيهان ردت يمكن في وقت كانت معصبه فيه، وما نظنش على انها غتسد القناه ديالها، وغادي نهضر لكم على هذه النقطه من بعد. ولكن غير كنقول جيهان
انتي واحدة من القنوات المغربية وما نقدروش يعني نفرطوا فيك، واخا نجتمعوا كامل سحنتي ديال المغربيات ونجو حتى لعندك فين ما كنتي لدارك، وهنا الى ما رجعتي فتحتي القناة ديالك راك غتضطري تفتحي لنا بيتك وندخلو وتجي وتكلفي وغادي غادي يعني نزعجوك، نجلس لك فم الباب ونزعجو الزوج ديالك وعائلتك ونمشيو لداركم ونمشيو يعني حتى ترجعي تفتحي القناة ديالك. هذا طلب يعني، ونتمنى الجهة تجي تسمع هاد من البنات اللي كيطلبوها، مع اني انا دخلت للقناة ديال جيهان بزاف وكنت صوتت عليها في واحد، كانت دايره واحد، كانت مشاركه في واحد سميتو واحد مسابقه ديال احسن قناه، وصوتت عليها وكنت دخلت عندها وقلت لي، ولكن ما للاسف ما كتجاوبش البنات، يمكن كتجاوب البعض. انا بعدا كاين شحال من مره دخلت عند القناه ما جاوبتنيش، والكتاريه ما كيجاوب. غادي نرجع لهاد النقطه من بعد. المهم حبيباتي، النقطه الثانيه هي اش غادي نقولوا، ماشي راه ماشي للاسف حنا في المغرب وفي بزاف ديال البلدان العربيه كنشكو من مرض اجتماعي خطير سميتو مرض فقدان ثقافه التشجيع. هاد مرض فقدان ثقافة التشجيع نعاني من فقر حد في التعبير عن المشاعر. احنا كان نعانيو من الفقر، وهاد الفقر حاد جدا في التعبير ديالنا عن المشاعر الإيجابية ماشي السلبية. السلبية تبارك الله عليه تلقاه في الزنقة واحد واقف محيح اللحية ديالو مرافش ومحيح كيقول الهضرة الخايبة، ولكن باش يقول الهضرة الزوينة ما تلقاش. مثلا غير الشكر، شوفوا احنا ما عندناش ثقافه الشكر، كنجيو نقولوا مثلا شكرا للحانوت، شكرا للجزار، شكرا لمول الطاكسي، شكرا لشي واحد خوا ليا الطريق كنت غندوز قدامه، شكرا للمساعده في البيت، شكرا. ما عندناش، قليل جدا تلقاها عند بعض العائلات ولكن قليله 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 جدا. ما عندناش تقدير الاخر، ما كنقدروش للاسف، وما كنشجعوه وما كنعترفوش بالاخر. علاش ما نشجعوا الاخرين؟ علاش غادي اش غادي ياخذ منا هذا الشيء؟ شنو الا شجعناهم راه كان نقوموا بواحد، كاين بواحد كننهضوا بواحد المجتمع كامل، ماشي غير بواحد الفرد، مجتمع كامل، امه كامله. علاش ما كنشجعوش المبادرات الطيبه؟ مثلا كتلقاي شي واحد مثلا جا ودار واحد الحمله ديال جمعوا الاسبال من الزنقه ديالنا مثلا او من الشارع، هذا كتلقاي تقولي ايوا صافي شنو هذا الشيء، كتشوفي تلقاي السلبيه، وهذا مرض، وهذا مرض خطير وكاين بزاف في المجتمع ديالنا. وما نكذبوش على بعضياتنا ونغطوا الشمس بالغربال ونقولوا ما كاينش، تلقاوه في جيرانكم، تلقاوه في انفسكم، تلقاوه في اللي معاكم في الدار، ايوا صافي، ايوا علاش، ايوا. الابداعات الجميله ما عندناش، تلقاو الحيوط عندنا حيط المدرسه مسخ، حيط البلديه مسخ، حيط الفران مسخ، حيط جيراننا مسخ. ما عندناش الابداعات، ما كنجوش مثلا نقولوا نجتمعوا مثلا انا والجيران ديالي ونقولوا يلا زيدوا، نبداو من حيطك انت نصبغوه، ونجوا الحيط هذا نصبغوه، ونجوا لقدام دار هذا نديروا محيقات، ونجوا لقدام. ما عندناش، عندنا النميمه وعندنا الهضره الخايبه، وعندنا نجلسوا نشدوا الصينيه 10 السوايع نبقاو ناكلوا في لحم الناس بلا مص، ولكن ما عندناش هذا التشجيع والابداعات. وهذا العمل الخيري كتلقاي واحد الفئه كتشارك فيه، ولكن بالنسبه للدوله كامله قليل، يعني قليل جدا. تلقاي مثلا واحد الخيريه فيها الوليدات باش ينوضوا العيالات اللي جالسه شادين الصينيه وكياكلوا في لحم الناس، وجالسين كيعيبوا في خواتاتهم خواتات رجالتهم، وهذا يمشوا للخيريه مثلا يصبنوا لهذوك الوليدات، يسيقوا لهم، يقدروا فراشهم، يخيطوا لهم دوك البطونات ديال حويجاتهم، كل واحده تدير الخيط وهذا، وكل واحده تدي باكيه ديال التين، واحده تدي جافيل، واحده تدي هذا، وتساعد هذيك الخيريه، وتشوف هذوك الوليدات تنقي لهم مديناتهم، تقطع لهم ضفيراتهم. ما كايناش، ما عندناش. لهذا احنا الشعب كان فقره، عندنا فقر حاد في التعبير عن المشاعر الإيجابية. لهذا التشجيع لا يحتاج أحيانا إلا للكلمة، كلمة واحدة كيحتاجها، ما
ما كان يعني كلمة واحدة شكرا، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك. هادشي دزتي على شي واحد كيقول لي تبارك الله عليك الله يجازيك، دزتي على شي واحد هز حاجة قولي الله يجازيك. كنشوف شي واحد كنتعجبو، شتو شي واحد سقى شي كلب، سقى شي مش، عطل شي مش شي حاجة، الله يجازيك، ماشي تشوفو فيه كأنه نازل من المريخ. لهذا حنا عندنا هادشي فقر حاد في هاد المشاعر هادو، وفقر حاد في الأعمال الخيرية، وفقر حاد في الكلمة الطيبة. علاش ولينا لا ما كنتقنوش إلا فن الطعن في النيات؟ حنا كنتقنو فن الطعن في النيات، صح؟ هذا كنحكوا على نيته، كنقولوا هذاك لا 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 راه عنده واحد النيه في الشكل، راه لا لا راه ماشي، واخا تشوفوا يدير هكاك راه ماشي هذاك، وكيبقاو كيحللوا شنو هو وراء هذاك. دارت واحد الاخت فيديو، لا شتي هذاك راه دارته غير باش توري، راه ماشي باش توري داك الطاجين اللي طيبت، راه باش توري داك البوطاجي اللي تحت داك الطاجين، او باش توري ديك الكازينيير او ديك لابلاك علاش طيبت داك الطاجين. شتو هذيك اللي طالعه، شتو كيخلوا المضمون وكيجوا علاش دايره داك الخاتم، علاش دايره داك الزيف، علاش دايره هكا، علاش معريه شعرك، علاش كل واحد كيحاسب الله سبحانه وتعالى. والنصيحه راه ما كتكونش على العام، بغيتو تنصحوا شي واحد يدير الزيف، نصحوا شي واحد يحيد الخاتم، نصحوا شي واحد يقاد حجبانه، نصحوا شي واحد ما يقادهم، نصحوا شي واحد يدير، دخلوا عنده على الخاص، كاين الايميلات ديال كل جميع صاحبات القنوات، كاينين الفيسبوكات ديالهم، كاين الميسنجر ديال الفيسبوك ديالهم، كاين اللي دايره الانستغرام عندها الخاص، يعني الله الخاص غتدخلوا ورسي ليها رساله، او على القناه كاينين جوج اماكن ترسلوا فيهم رساله خاصه على القنوات، ودخلي تقول لها شوفي لالا انا كنصحك، انا اختك مسلمه من البلد من المغرب ومن الجزائر ومن تونس، وبغيت ننصحك، هل ديري هل ديري، غير نصيحه في لوجه الله، وكتكون بينك وبينها هي، ديك الساعه غتعطيك اسبابها وترد عليك، ما ترد عليك داك الشيء كيرجع ليها هي، ماشي يعني ما علاش حنا عندنا النقد السلبي بزاف ونكران الجميل والجحود. وراه الاعتراف بالاخر ليس ضعفا، بل هو سلوك راقي جدا وفعل حضاري ينم عن وعي فكري. يعني إذا كنتو كتشكروا الواحد وكتعترفوا له بالجميل وكتعترفوا له بشي حاجه صوبها، راه ماشي ضعف فيكم، راه ماشي زعما كلي انا كنتي ما كتعرفيش طيبي او ما كتعرفيش. انا الحمد لله في القناه ديالي الكثيريه ديال البنات متخلقات، يعني نقولوا 99.9% متخلقات، وكيردوا عليا الجواب زوين وكيقولوا لي وكيشكروا، واخا كنحط غير شي حاجه سميتو كيشكروني، وهذا جميل جدا. ولهذا كنبغي حتى البنات اللي كيدخلوا عندي بطريقه سلبيه وعند الاخوات الاخريات بطريقه سلبيه يغيروا ويتشجعوا ويقولوا كلمه زوينه. هذا راه لا يعني لانهم هما ما كيعرفوش يطيبوا، راه يمكن نتوما طباخات ماهرات ومنظمات ماهرات في ديوركم، حنا راه ما كنجوش نحط لكم شي حاجه مثلا تقولوا نتوما كتعرفوا، لا حنا كنقولوا لهذاك الشخص اللي ما كيعرف اجي نوريك، وانت اللي كتعرف اجي شوف واعطيني نصيحه. قول لي شتي خديجه هذيك الطبله حيديها من تما، شحال من اخوات عطوني بزاف النصايح وعملت بهم، وكاينات اللي غادي نعمل بهم، الامكانيات ديالي ما سامحليش دابا، ولكن ان شاء الله انا غادي نعمل بهم ونشكرهم، ونشكرهم جدا جدا، وكنشكر كل وحده حتى هي كتعطي نصيحه مزيانه لشي بنت اخرى. سلامه القلب راه كتنضج في الشخصيه، يعني اللي قلبه سليم راه كيخلي شخصيه الانسان ناضجه. حبيباتي ما خص يكون عندناش غياب ثقافه التشجيع وغياب ثقافه الاعتراف بالاخر، راه الا بقينا هكا راه غادي نقتلوا الابداع في المجتمع ديالنا، غادي نقتلوه الا ما كنشجعوش وليداتنا ونشجعو جيراننا ونشجعو حبابنا ونشجعو خوتنا ونشجعو خواتاتنا وزوجات اخواتنا. حنا دائما عندنا واحد لاليست نواغ فيها كل الاعداء ديالنا، ولا ليست ديال الصحابات غير هذوك اللي فيهم تلقاي عند الكتاريه غير المنافقات، كنافقو كينافقني كتنافقها كينافقها، ولكن لاليست ديال ما كتلقايش واحد لاليست بلونش فيها الناس بواحد القلب ابيض، واحد لائحة بيضاء فيها ناس بقلب ابيض، وكنتفاعل معاهم وكنقول لهم كنهضر معاهم من قلبي، الهضره تخرج من قلبي، نحس بها انا
ديك الهضره خرجتها انا حاسه بيها، راه انا كنحس بالهضره اللي خارجه من شي واحد وما خرجش من قلبه، راه كنحسو، راه حتى نتوما هكا كنحسو بكم. كاين اللي كيدخل عندك الخاص وكيكتب لك رساله طويله عريضه، ولكن راه كنحسو واش من قلبه واش ماشي من قلبه. لهذا حبيباتي خلو البنات يكون عندهم الإبداع والتميز والإتقان، وما تضيعوش الطاقات الهائلة ديال البنات وديال السيدات اللي كيجوا كيشدوا الكاميرا، كيشروا الكاميرا بواحد الثمن وكيجوا يحطوها وكيقادوا كيبقاو يوروا كيجوا يحطوا. لهذا كنطلب من كل الأخوات، ما تكونوش خاصكم بحال واحد الإعصار كيدمر، كونوا بحال الشتاء بحال المطر، إذا طاح كتنبت الارض كت 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 كتفرح. شوفي غير الارض اللي كانت باهتي على المطر، ملي كيطيح عليها المطر بحالاش كتكون. كونوا هكاك، علاش كتكونوا مدمرات؟ علاش كتكونوا بحال واحد الموفيتون؟ كونوا مزيانات، راه المزيان مزيان لراسو مزيان للاخر، والخايب خايب على راسو وكيضر الاخر، وهذاك الضر اللي كيضرو راه غادي يحاسب عليه. لهذا حبيباتي غادي نسد دابا هاد الباب هذا، وغادي نجي للباب ديال القنوات، قنوات اليوتيوب. حبيباتي غادي نسدو دابا هاد الباب ديال اللي هضرنا فيه، وغادي نجيو للباب الثاني. الباب الثاني وهو ديال القنوات ديال اليوتيوب المغربيه الجزائريه التونسيه المصريه وكذا وكذا. حنا تي كصاحبات قنوات، النهار فتحنا هاد القنوات ماشي فتحناها باش نبقاو نتسابو باش نبقاو نتعايرو باش نبقاو هذا، لا، حنا فتحنا هاد القنوات باش يدخلوا علينا واحد الدخل مادي، ومنها كنوروكم كنورو البنات اللي مبتدئات في الحياه، او واخا كيكونوا قدامات في الحياه وعارفين وعندهم بزاف ديال تبارك الله ديال الخبره في الحياه، ولكن كتكون غايبه عليها واحد لاستوس. انا نعطيكم لاستوس ديالي وهذه تعطيهم لاستوس وهذه، ورانا حتى حنا صحابات القنوات رانا كنتفرجوا في الفيديوهات الاخرين ديال البنات الاخرين، وكنهزوا لي زاستوس من بعضياتنا، وكنهزوا لي زاستوس من عندكم نتوما صحبات لي كومونتير. كتجي وحده كتقول لك انا كندير هكا، كنقول اوكي حنجرب هاد هكا ديالها، وكنجربها كتصدق ليا، كنقول هي راه جربتها راه مزيانه. لهذا حبيباتي حنا هاد القنوات فاش فتحناها، لا انا لا جيهان لا سوما لا هنا لا افكار من بيتي لا تفرحهم البنين لا بزاف 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 ديال الاخوات لا ساره ديال طنجه، كلنا فاش فتحنا هاد القنوات بغينا باش نوروكم الخبره ديال الحياه في اللي درنا، واخا كيكونوا صغارات بحال جيهان راهي تقريبا يمكن هي الصغيره في ما عرفوش كاين شي وحده صغيره، ولكن كتبان لي صغيره. توريكم داك الخبره ديالها وتعطيكم نصايح، دونك اللي بغى هذيك النصيحه جنب باش. المهم هي فاش دارت القناه ما دارتهاش على باش تبقى تسب مع شي واحد ويجي يبقى يسبها، لا دارتها على واحد الدخل. بحالي انا مثلا درت هذه القناه هذه، انا عندي يتامى قلت بلاتي، انا جالسه في الدار كنت كنتشارك في المنتديات وكنبقى جالسه هكا كنعطي غير نصايح في المنتديات، هذا بديت ندخل وندير قناه راسي، نكون انا المديره ديال قناتي، يعني ما يتحكم فيا حتى واحد يقول لي مثلا لا ما تكتبي هنا ما ديري هنا هكا ما تحطيش هذا الموضوع ما تهضريش في هذا الموضوع، يعني قنن عليا كما بغى. كنجي ندير قناتي ومن نفس الوقت نستافد منها، تخلص لي داك الضو اللي كنخسر عليها، تخلص لي الفلوس ديال الانترنت، وتعطيني واحد القسط من دوك الاكسسوارات اللي كنشري ليها، الكاميرا الاضاءه. بحالي انا دابا عندي الكاميرا، ولكن الاضاءه عندي خاصني لواحد البروجيكتور، لانكم كتشوفوا فاش كنكون نصور في المطبخ ديالي كيعطيكم داكشي واحد اللون في الشكل، مؤخرا اللحم اللي طيت عطي واحد اللون في الشكل، لانه الاضاءه ماشي اللحم تبارك الله محمر مزيان، ولكن الاضاءه خاصني نشري بروجيكتور. هذاك البروجيكتور غيكلفني، خاصني انا هذوك الفلوس ديال البروجيكتور نبقى نجمعهم من الفلوس اللي غندخل من القناه. الا قلت الا طلبتني شي اخت مثلا شي وصفه وانا ما غاديش نديرها، يعني كنتسمى غادي نشريها من خاصني نجمع لها الفلوس من القناه ونشريها اللي المدخول ديال القناه. لهذا حبيباتي الغاليات حنا ما يمكنش نسدوا القنوات ديالنا على سبب السب، ونتحدى جيهان باش تسد القناه ديالها، نتحدى شي وحده تسد القناه ديالها على سبب السب، ما يمكنش، لانه كتدخل لي واحد الدخل مع انه انا قناتي باقي صغيره. قناه جيهان تبارك الله عليها كبيره وعندها مشاهدين بزاف متتبعين بزاف ديالها، يعني راه كتدخل لها واحد المبلغ، ما يمكنش غادي تستغنى هي على داك المبلغ، ما يمكنش تسد القناه ديالها. والحمله البنات اللي كيقولوا ديروا حمله ضد اغلاق قناه جيهان،
قولوا ديروا حملة ضد السب والشتم الجيهان وغيرها، ولكن الإغلاق راه جيهان ولا غيرها ما غاديش يسد، ولا أنا ما غاديش نسدوا القنوات ديالنا، ولكن الحملة تكون ضد الحملة الكبيرة اللي خاصنا نديروها، نديروها بالفعل ونخلونا من هاد التفاهات ديال لا هذا قال هذه قالت اجي نديرو اجي نديرو. لا، الحملة اللي خاصنا نديرو بالفعل هي حنا كمغربيات وكعربيات جزائريات تونسيات مصريات نهزو بعضياتنا ونشجعو بعضياتنا. انا كقناة باقي صغيرة خاصني نهز 5 د القنوات اللي اصغر مني على الاقل مرة في الشهر. جيهان خاصها تهز 5 د القنوات صغارات، سوما خاصها تهز 5 د القنوات صغارات. تشوفوا شحال من بنت كتدخل شحال من قناة كبيرة وكتزاوق في مصاحبة القناة، وتحداكم تلقاو صاحبة القناة ترد عليها. علاش؟ لان كتقول لك انا وصلت وعندي 100,000 مشترك، فوق 100,000، 300 700، اش بغيت بهذوك الصغارات؟ وهذه هي المشكلة الكبيرة، هذه هي المشكلة اللي خاصنا نحاربو، هذه هي المشكلة اللي خاصنا نديرو عليها واحد تضامن ونوقفو كاملات. بحال بعض القنوات العربية المغربية كيقولوا احنا اتحاد القنوات المغربية، قولوا احنا اتحاد بعض القنوات المغربية، لان القنوات المغربية راه بزاف، 5 أو 6 البنات واجتمعوا قالك هما اتحاد القنوات المغربية. لا، انتوا ماشي اتحاد القنوات المغربية، انتوا بعض القنوات المغربية، واعتذر لانكم انتوا ما جمعتوا غير 5 صحابات وجاو قالوا احنا. لا، قولوا احنا اتحاد القنوات الطنجاوية، القنوات الفاسية، البعض منها ماشي كاملين، كاين بزاف القنوات من فاس، كاين بزاف من طنجة، وكاين من العيون ومن قلميم من سمارة من كل بلاصة، وما ما ما كيساعدهم حتى واحد، وكتلقيها مسكينة كتخدم وكتشتري وكتكلف ويلا عندها 1000 مشترك او 300 مشترك. خصنا هادوك البنات، واخا انا قناتي باقي صغيره، خصنا نهزوهم معنا نجروهم لقدام. علاش؟ كيما كتبغي الخير راسك بغيه الاخر، وهذه هي الحمله اللي خاصكم ديروا البنات. المشتركات راه جيهان ما غتسد القناه ديالها وانا ما غنسد القناه ديالي، وجيهان ما خاصهاش تطيح في هذاك الفخ، جيهان خاصها تكون قويه وتنوض اليوم وتسجل فيديو وتحطه في القناه ديالها. بالله راه حاطه شي وصفه، حاطه شي حاجه، او دايره شي فلوغ، او خارجه شي رحله، وتخلي هذوك المسمومات يموتوا بالسم. ولكن انتوماتي المتتبعات ديال قناتي والقنوات الاخرى، اجتمعوا سيروا شاركوا في القنوات الصغيره كامله، ديروا ابوني عندهم وضغطوا على الجرس عندهم. هذه هي الحمله اللي خاصنا نديرو، هذه حال هكا، نشجعوا بعضياتنا، نشجعوا الجزائريات، نشجعوا المغربيات، كل قناه كبيره تهز 4 المغربيات والجزائريه، 5 القنوات مره في الشهر وتقدمهم، ما فيها باس. نحطوا البنات سجلوا فيديوهات، البنات اللي عندكم قنوات ديروا واحد الفيديو تعريفي على القناه ديالكم ولوحوه لي انا في الجمايل، وانا نساعدكم في القناه ديالي، نحط لكم الفيديو ديالكم مره في الشهر او مره في 15 يوم. هذا هو التضامن. نتمنى حبيباتي ما نكونش ثقيله عليكم، مع انه هاد الدردشه طويله، وني بكم، راني نحبكم كاملين، واعتذر الى كنت انفعلت شويه.